بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نواصل في تقديم سلسلة المراجعة أو تقديم تقويم تشخيصي لسنة ثانية متوسط. أولا لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب. إذا فنبدأ على بركة الله. لاحظ الأشكال التالية: لدينا الشكل الأول اللي هو مستطيل، والشكل الثاني هو عبارة عن مثلث قائم، والشكل الثالث هو عبارة عن دائرة نصف قطرها 2 سنتيمتر. إذا انقل وأتمم الجدول التالي. لدينا الشكل مستطيل، مثلث قائم، والدائرة. المطلوب منا حساب المحيط ومساحة كل شكل. المحيط مرمز له بي. إذا محيط المستطيل ماذا يساوي؟ يساوي 2 في الطول زائد العرض. الطول هو 6 زائد العرض هو 4. إذن نقوم بعملية حسابية: 6 زائد 4 هي 10 في 2 20 سنتيمتر. الوحدة هي سنتيمتر. محيط المثلث القائم هو مجموع أضلاعه، هي 4 زائد 3 زائد 5. 4 زائد 3 زائد 5 تعطينا 12 سنتيمتر. ومحيط الدائرة، محيط الدائرة ماذا يساوي؟ يساوي القيمة بي في 2 في 2، اللي هي 2 هي ماذا؟ هي نصف القطر، يعني بي في القطر. إذا بي هي 3.14 في 4 وتعطينا 12.56 سنتيمتر. المساحة، مساحة المستطيل ماذا تساوي؟ تساوي الطول في العرض. إذا 6 في 4 وتعطينا 24 سنتيمتر مربع. لا ننسى الوحدة. مساحة المستطيل أو مساحة المثلث القائم ماذا تساوي؟ تساوي القاعدة في الارتفاع. القاعدة هي 3 في الارتفاع اللي هي 4 على 2. قلنا الارتفاع يكون دوما عمودي على القاعدة. 3 في 4 12 على 2 تعطينا 6 سنتيمتر مربع. إذا نواصل في الجزء الثاني. لاحظ الشكل التالي جيدا وأتمم ما يلي. لدينا الشكل الأول، قال الزاوية هي زاوية حادة. لدينا مجموعة كبيرة من الزوايا، إذا قال زاوية حادة. إذا سنختار زاوية حادة اللي هي الزاوية ام او اف. هذه الزاوية ام او اف هي زاوية حادة. يوجد زاوية أخرى اللي هي اف او بي. زاوية حادة رأسها او وضلعها هي نصف المستقيم او ام، ونصف المستقيم الثاني اللي هو او اف. الزاوية نختار زاوية قال منفرجة. اذا الزاوية المنفرجة هي اف او ا، هذه الزاوية. المثلث هو مثلث قائم. إذا المثلث قال مثلث قائم. إذا لدينا مثلثين قائمين، سنختار مثلث اللي هو ام او ا، هو مثلث. بينما المثلث ام ا بي متساوي الساقين. ام ا ب مثلث متساوي الساقين. لماذا؟ لأن أو منتصف القطعة AB، وأم تنتمي إلى هذا المستقيم الذي هو عمودي على القطعة AB. إذن المستقيم دلتا هو عبارة عن محور هذه القطعة. وقلنا السنة الماضية كل نقطة تنتمي إلى محور قطعة فهي متساوية المسافة بين طرفي هذه القطعة. المستقيم D هو محور القطعة أبي، القطعة المستقيمة أبي، لأنه عمودي عليها. ويشملها في المنتصف.
نصف المستقيم، قال هو ماذا؟ يوجد عدة أنصاف مستقيمات، هو منصف الزاوية ام او بي. اذا منصف الزاوية ماذا يفعل المنصف؟ يقسم الزاوية الى جزئين او زاويتين متقايستين. اذا نصف المستقيم اللي هو او اف هو منصف الزاوية، وبالتالي قيس الزاوية اف او بي هو 45 درجة. لماذا؟ لان لدينا الزاوية ام او بي زاوية قائمة، والمنصف يقسمها الى قسمين، اذا 90 درجة قسم 2 تعطينا 45. طول القطعة ابي هو ضعف طول القطعة، طول القطعة او او القطعة او بي نفس الزاوية. ونكتب AB طول القطعة AB هو 2 من OA. لماذا؟ لأن نلاحظ هنا تشفير. ناظر القطعة المستقيمة OB بالنسبة للمستقيم دلتا هي القطعة المستقيمة OA. ناظر النقطة O بالنسبة إلى المستقيم D هي النقطة نفسها او. وفي الاخير نتمنى انكم قد استفدتم من هذا الحل، وبالتوفيق لابنائنا التلاميذ، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وبالتوفيق باذن الله.